يقبل الشباب في ليبيا على تطوير قدراتهم وتنميتها من خلال اكتساب لغات جديدة، لغة أضحى اكتسابها مهما للغاية خصوصا في بعض الوظائف. المزيد في تقرير تالي. في هذا المكان يمضي عدد من الشباب والشابات ساعات طويلة لاكتساب لغة جديدة، تختلف الأهداف والدوافع التي دعت كل متدرب لتنمية قدراته في اللغة والالتحاق بدورات مراكز اللغات التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس. طه شاب يدرس في الثانوية، يرغب في إكمال دراسته الجامعية بمجال الطيران، أمر يدفعه لتعلم اللغة لتوسيع معارفه في مجاله الذي يتطور كل يوم. هو يفيدني أني نقرأ في مجال الطيران إنجليزي، يفيدني في مجالي لما نوقف مع الأولاد الأصحاب نشبح في زوز نتكلموا إنجليزي وأنا نكون مش فاهم شيء. هذا أول هدف أني خلاني نبي نفهم اللغة، والثاني باش يساعدني في قرايتي. متدربون آخرون يتطلعون للدراسة أو الاستقرار بالخارج ويرون في تعلم اللغة ضرورة لتحقيق مشاريعهم مستقبلا. هذا الإقبال قابله سعي القائمين على هذه المراكز لتوفير أفضل المعلمين للحصول على أفضل النتائج بتقديم تسهيلات كبيرة للدفع مراعاة للظروف الحالية. لاحظوا أن الشباب حابين يطوروا في نفسهم، حابين يوضحوا أو يوصلوا صورة أن شباب حاب يتعلم، حاب يساعد في بناء الوطن، يحاول يكون عنده رغبة، والحمد لله يعني تطور ملحوظ جدا، استجابة هلبة أولياء الأمور، كذلك أولياء الأمور يعني متفاعلين هلبة، محاولين أن موفرين سبل الراحة لأطفالهم. اختلفت رغبات ودوافع هؤلاء الشباب في تعلم اللغة، لكنهم اتفقوا جميعا على تسخير لغتهم في تطوير ذاتهم وبالتالي المساهمة في بناء ورفعة بلدهم. معتز الخريف لأخبار الآن، طرابلس.